خير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة جديدة، بالتحديد جسر العلاوي. جوه جسر العلاوي أي شخص عنده مشكلة حاب يوصل لنا وحاب يطرح مشكلته إن شاء الله نقدر نشوف له حل، ما نقصر وياه. كنا يمكن أغلبيتنا طريقنا جانب الكرخ عمله يمر من منطقة العلاوي، من أنا قراج العلاوي ومن أنا دائرة السكك. نشوف هاي الشباب دائما بالليل نايمين على الرصيف والصبح جوا الجسر، فد وضعية غريبة عجيبة. طالبون يعني والله حتى حقوق بسيطة جدا بسيطة، اللي هي التعيين الرزق. أنا اليوم تخرجت ما أريد أدفع عربانة، هو الشغل مو عيب، بس أخي ما أريد أدفع عربانة المن درست وتعبت 18 سنة و 16 سنة المن، تالي تريدني أطلع أدفع عربانة؟ زينتي الدولة إحنا تعليمنا مجاني، مو صرفتي على فلان وفلان وفلان ووصلتي لهاي المرحلة، غير بالأخير ثمرة التعب مع دراسته بأنه يخدم بلده. عندنا طاقات شبابية مخيفة، عندنا شباب بيملكون عقل، من مفكرين من كتاب من أوائل على جامعاتهم من مخترعين، ليش ما تهتمون بيهم؟ ليش تخلون غير دولة تستقطبهم وتأخذهم يمها وتطيهم هاي اللي هي بالنسبة للعراق وميزانياته وإمكانياته تفاليس؟ اي والله تفاليس. بلدي ان انهض بالعراق من واقع الاقتصادي والصناعي والتجاري والامني والخدمي والاجتماعي بذولي، والله عمي بذولي. هسه انا دحكي وياهم وقفوا شعر راسي، بيهم اللي طالع الرابع على جامعته وبيهم الاول وبيهم اللي يدرس ماجستير، شنو هالمرحله اللي وصلناها اللي حتى اصحاب الشهادات ما جات تحترموهم؟ عمي من يام اللي انتو شنو انتو منو انتو منو انتو؟ ما خلفوكم العراق؟ مالتكم العراق؟ هاي الشباب استغلها عمي ادعم القطاع الخاص، ادعم القطاع العام، هاي الامور كلها مو لهالدرجة. هسه مو لهالدرجة شهادته بطوله ونايم بالشارع، ليش؟ وين صار هاي؟ والله عمي يمكن بالصومال ما شايف هيك. خليني نبدا ويا ناسنا وهن ونسمع مشاكل الشباب منهم على لسانهم. المخرج يمكن ورا بدي يشر. عمي صعدوها اللافتة، خلي تطلع لافتتكم، صعدوها لافتتكم خليها تطلع. شونك؟ الحمد لله. شون صحتك؟ والله هاي الصحة، شوف نايمين احنا بالشارع. شوف الصحة بالشارع نايمين. اقول لك علي اعطيني هاي. شنو هاي؟ شنو احكي لي على هاي؟ مكاننا مبيتنا هذا، هاي طباخنا وقدورتنا، نطبخ وناكل هنا وننام على مود بلكة الله الحكومة الرشيدة تحن علينا من تشوفنا هنا تعطينا درجات وظيفية. اليوم تجمعنا احنا كافة الاختصاصات، من ضمنهم قانون وتقنيات ومعاهد. وبالنسبة لأهل القانون، يعني أبو القانون، يعني ما أدري ليش الشريحة، يعني هاي الشريحة مظلومة، لأن هو الدولة، هو بعد يدرس قانون بلده. أبو القانون وين ما تحطه أنت بأي دوائر الدولة، ها بأي دوائر الدولة يصير، ما كل يوم دائرة قانونية، ما كل يوم العفو دائرة ما بيها قسم قانون. حتى الشركات الأهلية، أي صحيح، حتى المستشفيات، وين ما تريد يصير أبو القانون قانوني موجود بكل مكان. زين ليش هاي الشريحة مظلومة؟ يقول لك يا بكمل وطلع هوية اللي هي سعر الهوية 500,000. الطالب يتخرج منها يروح لازم يشتغل، يجمع 500,000 يلا يطلع هوية المحاماة ويقول لك روح اشتغل. تدخل للمحكمة، مع احترامي يعني، مع احترامي، ها تشوف المحامين كأنما مصدر مال العمال، ايه صايرة؟ ما عندك مكان تقعد.
أني طبقت شهر كامل بالمحكمة وشفتها. ما عندك، وإذا دخل واحد عدى قضية كلها تصير علي هيك. حتى شغل المحاماة مثل ما تقول صارت على 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 كثر أعدادهم صارت يعني ما 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 محترم، مع احترامي يعني. فوين يعني ليش ليش يعني ليش هاي ليش هاي الطاقات الشبابية هم اليوم خريج يقولون قانون؟ خريج قانون نعم. صار لك ايش قد؟ صار لي سنتين. صار لك سنتين متقدم. صار لك ايش قد هنا؟ صار لي تقريبا 60 يوم شهر. 60 يوم شهرين. يعني ماكو فد مسؤول شخص اجيت حتى لو بس السلام عليكم؟ لا ماكو ماكو واحد يحكي صريح الصح يعني الصراحه ماكو. ما موتو شو مو عراقي انت شنو؟ عراقي هو 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 انا عراقي ما عايش حقوق بلدي، يعني انا كمواطن ما عندي حقوق بهذا البلد حتى بالقطاع الخاص. اليوم اذا تريد تروح انت تدور على شغل تنقل بنغلاديش موجود، أيه. وتلقى السوري موجود، أيه وتلقى اللبناني موجود، أيه خوش، وتلقى المصري موجود، أيه. كافتيريا ذاك اليوم رحت اخذ من عندها لفه، الله شاهد كافتيريا خوش الواقف على القص مصري. وين ما تريد تروح ابو 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 جمله أربعة بنغلاديش يشتغلون عنده، يعني حتى بالقطاع الخاص المواطن العراقي ما عنده حماية، ما يعني عنده حقوق اللي يفضل الغريب على ابن بلده. هاي مو بس صوت الدولة، هاي صوت العالم هم صوت الناس يعني كلها، مو بس هاي صوت الناس كلها. على ابن بلدي واجيبه اروح اجيب الغريب. هي هاي المشكلة، انت ليش تقول مثلا الغريب عايش خيرات العراق واني ابن العراق اني 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 ما عايش؟ ليش ليش 28 سنة عمري ها لا مكون نفسك لا زواج متزوج لا مسافر دولة، الدولة واحد يريد يسافر يطلع سفرة ما عنده ذيك الامكانية اللي يطلع يسافرها. تريد تكمل ماجستير ها ما عندك ذيك الامكانية اللي تكمل ماجستير. زين انت يعني هسه انت بالله خلي نسولف، يعني من طبيت كلية القانون نعم، شنو كان حلمك؟ شنو تتوقع من تتخرج؟ والله حلفك بالله احكي لي سولف. قسم بالله انا امنيتي كانت اكمل الماجستير، اي بس ما صدمت بهالوضعية. اي والله صدمت بهالخيمة هاي. اي والله يعني امنيتي كانت اكمل الماجستير يعني وتدخل معهد قضاة. يعني احلفكم بالله تصير ضابط تحقيق. بس شوفوا شوفوا بالله فرلي فرلي على الخيمة فرلي كم عمي، هاي وضعية، هاي وضعية خريج نايم بالشارع أكله وشربة وشاية، شنو انتو؟ ما تقولوا لي شنو انتو؟ يعني الله يكون بعونك. شونك حبيب الغالي؟ شون صحتك؟ والله طلع الصحة بعد بالعراق على هالوضع والخيمة اللي شوفوها سنين من الدراسة كلها حتى مباتي بهاي الخيمة. أنا الظاهر كنت أتوقع الخريج يتعين ما يباتي بخيمة، ضيعنا سنين كامله من دراستنا حتى نقطه الخريج يبات الخيمه. اي يعني هاي هسه انا مناسب اللي يخرج شهادته اللي قبل جاي اللي جاي خلي يحضر له خيمه. ايه؟ خريج اللي يجي الجديد ايه؟ خلي يتخرج يجيب له خيمه. هاي وضعيه الخريج. لو سوى شغل لو ما سوى شغل لو سوى شغل لحد سلم علينا مثل ما قال لك احمد اخويا قال لك 60 يوم لحد سلم علينا لحد قال لنا شنو انتو لمسؤول مربينا. بالاضافه الى اكو في الشغلات هسه خل احكي لك شغلتي. اكو احنا ننتمي الكلية خريجين كلية التقنية الإدارية. التقنية الإدارية يعني كلية حكومية مفتوحة من سنة 99. اكو كلية وزارة التعليم العالي تفتحها بس ما تسوقها الدوائر الدولة. يعني مثلا اروح لوزارة المالية اقول له انا خريج تقنية إدارية، يقول لي شنو تقنية إدارية؟ اي والله العظيم من يقول لك الصورة؟ من يقول لك؟ اي هسه من ابسط شيء هاي قضية هي هاي قضية الكلية التقنية معروفة ما حد يعرفها. ما حد يعرفها؟ لا ما حد يعرفها. تروح مثلا مثلا نزلوا طلب تعيين ادارة واقتصاد. يعني هي التقنية الادارية يعني هي ادارية ما يعرفوها. يطلب ادارة، يطلب ادارة واقتصاد بس ما يطلب التقنية الادارية. لان تروح له تقول له محاسبة مو؟ انا هسه اسمي محاسبة بعد وادارة اعمال وادارة اعمال ومعلوماتية وجودة شاملة. هسه خلينا نعوف المعلوماتيه والجوده الشامله كون ذول اقسام علميه فقط، نحكي على اداره الاعمال والمحاسبه. ذول موجودين اقسام بالاداره الاقتصاد. يطلب اداره اقتصاد تروح تقول له انا اداره اعمال، يقول لك يا كليه اقول له تقنيه، يقول لك ما اعرف انا التقنيه، انا اعرف اداره اقتصاد ما اعرف كليه تقنيه اداريه. زين هاي نقطه. النقطه الثانيه اسمع، النقطه الثانيه اريد يعني اريد اللي يسمعني واكو دكاتره شيء اكيد راح يسمعوني يعرفون هالقضيه. اكو فت قضيه هذا دكاتره حلوين كنا قسم اسمه تقنيات إدارة العمليات من سنة 1999 لحد سنة 2016. هذا القسم طبعا ما تقول إدارة عمليات، يقول لك شنو عمليات صغرى لو كبرى هيك التحشيش علينا.
هي عمليات طبعا عمليات صناعيه مال اداره معامل. يقول لك شنو اداره عمليات؟ المهم القسم ما حد يعرفه بالعراق والقسم الوحيد غيرناه. سعينا لا تغيير سميناه اداء تقنيات اداره الاعمال. السنين اللي قبل هذول الخريجين اللي احنا طبعا دفعتي اللي غيرتنا، احنا دفعه 2016 غيرنا اسم القسم. السنين اللي راحت ايش تعتبروها؟ اداره عمليات. الجديد ايش اعتبروه؟ احنا اللي فوق انا اداره اعمال. زين هسه انا من اريد اروح اقدم باسمي اداره عمليات؟ لا، هو قسم موجود بالكليه على واقع موجود، قسم راح اندمر. هاي خريجين من 99 ل 2016 شريحه ما لها وجود، لا هي قسمها موجود حتى بعد يتكرر مثل ما يقولون انقطع. يعني شلون فت سلسله انقرضت. هسه احنا هاي اداره عمليات سلسله مقروضه، لا هي مستمره، لا هم حسبونها اداره اعمال ولا اي طريقه ثانيه. اما بالنسبه للقطاع الخاص، يعني القطاع الخاص ابسط شيء، اول ما يطلب انت خريج جديد يقول لك خبره 5 سنين. انا بس اردف كم الخبره من يجيب كيفه، وطبعا مركز يبطلك ايش ومركزين على القطاع الخاص. لا، القطاع الحكومي والخاص كليته زين. عمي العماله، العماله هسه العماله من يطلع ويا الخلفه، الخلفه قام يطلع العالم اللي وياه واسطه يجي عم فلان خربلان يقول له يابا هذا وليد وياك طلع عمي قاعد لا شغل لا عمي. هسه احكي لك على كليتنا، هسه انا احكي لك على قسمي. ايه؟ انا تقنيات معلوماتيه، ايه؟ 4 سنين ادرس برمجه حاسبات. ايه؟ زين انا غير اطلع معامل مبرمج، غير التوصيف الوظيفي مالي معامل مبرمج. من جينا تخرجنا ايش مكتوب علي؟ معاون ملاحظ. يعني انت خليتني حالي حاله بالدبلوم وحالي حاله بالكليات الاداريه. انا خريج كليه تقنيه اداريه نفس الولد بس غير قسم، انا معلوماتيه، انا وابو الجوده. ابو الجوده احنا قسم علمي مو قسم ادبي. يعني انا من اطلع معاون مبرمج واحد، واطلع معاون ملاحظ على تقني اداري واحد، يقول لي والله هو هذا التوصيف الوظيفي مالك. زين لعت ليش درسنا 4 سنين برمجه فيجوال وبيسك وما ادري شنو، والفلوس والتعب كله صرفناه على البرمجه، تعال بالاخير تقول لي انت حالك حاله بالادب؟ لا انا ليش درست؟ عم يقول لي ما اريد ادرس، انا صار لي خريج سنتين كيف لك محمد كل شيء ماكو. هذا صار لنا 60 يوم 65 يوم هنا نايمين، وانا من دياله، بايتين انا ولد الحله ولد بغداد بايتين هنا. لا جاني واحد سلم علي لا بالكليه يعترف بالقسم مالك. يعني انا درست قلت لك 4 سنين برمجه وبالاخير والله يكتب لي بالعنوان مالتي والله انت ملاحظ انت حالك حال ادبي. زين ليش درستني؟ ليش تعبت؟ ليش استاذ ابو ماليه معاون محاسب ينكتب؟ لان كتب ملاحظ رحمه على دينك. انا 4 سنين هذا الولد يدرس محاسبه، تكتب بالعنوان الوظيفي ماله ملاحظ؟ تعرف شنو ملاحظ عمي؟ ملاحظ درجه 7. يعني الله ما يرضاها 4 سنين تخليني حالي حال شو اسمه اللي يقرا ويكتب ملاحظ. يعني بس اكتب لك على شو اسمه على الاوراق تباوع علي. يعني انا ابو الكليه واللي يقرا واللي يكتب نفس العنوان الوظيفي. لا هي 4 اقسام الكليه كلها هم معاون ملاحظ. يلا عنوانهم معاون ملاحظ. يعني والله الله ما يرضى على قولته هن يقول له من هالمال حمل جمال. شلون الله يحفظك. صباح الخير. صباح الخير عليك. والله انت ما بايت هنا اليوم. انا ما بايت لان احنا اتفقنا انه نطلع بزي رسمي نعبر عن واقعنا. يعني كطلاب اول شيء نقول اليوم لابس رسمي ما بايت سلمين بس احنا كنا نايمين هنا وشبعنا الضيم، المبيت صار عندنا عادي. انا من احكي لك اليوم احكي لك بحرقه قلب صراحه، بيعتصرني الالم اذا ما وصلنا الى حاله ماساويه. ليش؟ احنا هاي الطبقه مو مسوانا هذا انه ننام على الشارع. اي والله انا 16 سنه درست بتعبها بمرها بحرها بقلق. أيوة. امي بس امي قعدت الصبح يوم يد قعدتني تسوى 1000 شيء هاي. أيوة بالله. واجي تعطيني شهاده حتى انام على الرصيف؟ انا ما استقدم منك، الكل متنفذ بالدوله هسه والكل الاحزاب ما استقدم يمكم، انا هذا حق الدستوري، انا مواطن عراقي منتمي لهي الدوله لازم اخذ حصتي. هسه تقول لي الدوله مو كفيله انه تعين كل اللي خريجين، اوكي انا مو ما عندي اشكال، بس انت تعال وفر لي نظام قطاع متكامل يوفر لي الامان انه اروح اشتغل به، مو اروح اشتغل بنظام قطاع يعاملني مثل العبيد. انا اشتغلت بالقطاع الخاص هواي. اذا يعني وحده من الوحده يعني اذا تاخرت 5 دقائق يقصنا 10,000 اللي هي نص الاجر اللي تاخذته. والله انت تاخرت زين، ايش وقت ما يريدين خدماتك هنا خدماتك كيفه هو كيفة. قلت لك انا عندي اشتغل عبيد عنده، انت ليش ما تجي؟ احنا هواي عندنا شركات مستثمره بالعراق اليوم، تعال افرض عليها قيود مثل ما تفرض على المواطنين الموظفين اللي عندك، افرضها حتى انا اروح اتوجه للقطاع الخاص واكون نفسي. يعني قلت لك انا 16 سنه تعبتها اجي اقعد هنا، لو هاي 16 سنه متوجه حياتي لاعمال حره هسه انا مكون نفسي. اي والله انا شاب هسه عمري 27 سنه ما متزوج. ليش؟ ما عندي مستقبل، مو شغلات ما اقدر اتزوج بس بعدين شلون اعيش اطفالي؟ شلون اعيشهم؟ انتم يا المسؤولين ولدكم وين؟
ابنائكم وين يعني؟ انا اذا اسالكم وين ابنائكم؟ مو كلهم بالخارج؟ واذا مو بالخارج هنا أنا اقول له تعال قاعد هم يوم يمي يوم يمي خليه يحس بحالتي. شنو ذنبنا احنا بوسط هسه هذا الوباء المنتشر ونايمين بالشارع ما نعرف شو يصير لنا؟ اهاليتنا 24 ساعه يباكون علينا تعالوا رجعوا. انا هسه جزء من بغداد يعني مرات اكسرها يومين اروح يوم وارجع، بس ذول اهل الحله شنو ذنبهم؟ اللي صار لهم 60 يوم واللي ابو دياله واللي شنو ذنبه؟ يا اخي انا ما استقدم يمك، انا انت من راح تعينني بالدوله ما راح اخذ راتب ببلاش، انا راح اعتبر منتج لك راح اشتغل. انا راح اشتغل مو مثل هسه اكو هواي ناس يعني ما ادري انا يا ارزاق هاي برا عائله سماعيه قاعدين ياخذون راتب ما يستحقونه. بدون فائده هذا هيك نثرات. اي انا من راح اشغلني ما راح اخذ راتب وقاعد، لا انا راح اشتغل لك انتج، راح اجيب لك ايراد. مو صحيح لو لا؟ احنا الباحه حسب الاخبار اللي شفناها مسوده الموازنه كملت بمجلس الوزراء، ما نعرف احكي لك عن الموازنه التكميليه هاي، ما نعرف اذا كانت بها درجات وظيفيه او لا، هي راح تندز باكر وتشرع بقانون مجلس الوزراء. يا اخي شوفوا لنا فد غطاء قانوني شنو مثلا هسه انتم عندكم خبراء اقتصاديين سياسيين وهواي استشاريين، يا اخي اعطينا امر اداري لحد ما تلقى الموازنه. هسه انت مو المحاضر المدرس محاضر مجاني قاعد يدرس بدون فلوس، انا اريد اشتغل مثل المحاضر، عمي اداوم لك كل الاسبوع ودوم والله ما اطالبك بفلس، بس تضمني انه متى نقرر الموازنه احصل الدرجه وظيفيه. هسه تقول لي ليش؟ انا اقول لك ليش. راح اقول لك من تنقر موازنه 2021 لو بيها مليون درجه وظيفيه مو 240 مثل ما قالوا ما راح نحصل درجه واحده. ليش؟ كلها للاحزاب وللمحسوبيه، يعني كلها بالفلوس وروح استاذ اللي انا من طرف الحجي، هذا طرف الحجي عادل عادل سلطه الكونغرس الحجي، وانا من طرف فلان وانا من طرف فلان، وانا من اروح ثقب محمد اذا تقول له تقول لي انا مره من المرات احكي لك يا حتى وين راح تلقى الحجي؟ ماكو هو الحجي جع الحجي جع الفقير يجع الفقير الحجي. انا اجي لك وحده من الوحده ما وزاره الكهرباء مره رحت والله واحد قال لي عندك واسطه لو هاي؟ قلت له والله انا ذابها يم الله. قال لي روح خلي في ايدك الله بالقران الكريم أكبر. بالقران الكريم وانا باكر محاسب على هذا كلامي. قال لي اياها بهذا المنطق وقال لي فايلاتكم هسه بس تطلعون ينشمرون. وصحيح يا ما قدمنا يا ما هاي يطلع فلان وفلان وفلان الى متى؟ يعني سمعت الوضعية هذا واقع حال بلدنا. كنا نعرف بهذا الشيء، كنا شباب أطفال عمي حتى أطفالنا والله العظيم حتى الطفل هسه عمره 10 سنوات 12 سنة تحكيات حاكي يعطيك إياها على البلاطة عدلة يقول لك كذا وكذا وكذا. شلونك يا حبيبي؟ السلام عليكم. شلون صحة؟ الله يسلمك. الله يعزك. أنا أتمنى ناشد رئيس وزراء الكاظمي. إيه. أنا كنت منتسب على وزارة على حشد الدفاع. داومت 3 أشهر و15 يوم 2014 السابع نزلت. ويل حشداني شمرت على الفرقة 11 لواء 45. مخنوق أنت مخنوق. أنا مخنوق حيل، الثاني وضعيتي تعبانة بالشارع. ما حد عاد، أبوي هم سافر تركي وما يريدني، وأبوي هم الزوج عن أمي. مرتبه وين ما تريدني حالتي هنا اجي هنا وين المظاهره امامي والله عم هاي دموعك تسوام بالقران اشهد على امامي اروح لهم يقول عمي يقول لي لا توصل لي ما صب انا اطيق ما انت تجي لما تقعد ملموع شوف لك حل هاي وعده وما عايش بالشارع؟ لا قاعد هنا لا لا قعدت هنا وين المظاهره اكل اشرب هنا الله اكبر زين الله وكيلك عينت وزاره الدفاع على الحشد انجمرت بالفرقه 11 لواء 45 جماعة الحشد ما ناشرين في فرقة 11 يحيى رسول واجهتاني وطلب قال لي إن شاء الله فتحت عينات عينك أنت أول واحد شخص أطلب من يحيى رسول أتمنى مناشدة تواصل يمه أتمنى ما يقصر وياي وأتمنى يوقف حالتي أنا حالتي تعبانة من القراضي ويا راش يا خلصت المطالبين المظاهرين أنا حالتي بالشارع وما عندي أحد بس رحمة الله وما عندي أحد وحتى مصاب ما عندي الله وكيلك من استاذ ياسر هذا الرجل يوصل صوته والقران بالقران يشهد عليه الله اي انت لا لا يا والله شنو اما ابويا ما يرد لي امامي ما يردوا لي امي يقول ما صفطك بس ما تجي يمنا ما استحي يا عنده ولد وعنده بنات متزوجين وما عنده على رحمة الله عندي بيت بالطارمي اقدر اروح بيتي بالطارمي ابوي يقول لي توصل البيت هناك بالطارمي اكسر رجلك قلت لك خلاص وبيته ما يأجر وما عنده احد بس رحمة الله قاعد هنا بالشارع ملابسي هنا مشمره عندي ملابس مشمره ما اعرف شو اقول لك بعد وانا حالتي بفرد ما بتعمل الله كلك لا مصرف عندي ولا عندي شغله عمي اتمنى يطلع لي تعيين اتعينوني ميدي اتمنى من الله استاذ ياسر الله اكبر استاذ ياسر اتمنى
شنو الوضعية الكثيفة هاي اللي وصلتونا بيها؟ كم عمي شنو ذنبه هذا؟ عمي قوم قوم قوم، أنا أقسم لك بالله العظيم أنا شغلك. قوم 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 أمانة الله، قوم قوم أنا والله والله العظيم أنا شغلك. ارتاح اشرب مي، طي مي خليه يشرب. مو وعدك ويانا واسمك ويانا على شنو جاي تبكي؟ ها شلون؟ هو اسمه ويانا وعد اللواء يحيى رسول ان اسمه ويانا، يا احنا متطوعين الجدد. هو الولد يعني حتى من طباله حتى هدده، خلنا احكي لك اياها بسريع عباره، هدده اللواء يحيى رسول. اي ذمه وضمير ما عنده، المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع. هدد الولد؟ اي هدده. ايش قال؟ حكوه قال له، قال له تعال يردون عندي 30 و40 ورقه هدده. ايش قال لك؟ قال لي انا ناشد القناه البغداديه، انا راجعت بكركوك فوج مارتي بكركوك، ابو الكركوك طلب من عندي 50 ورقه. عاد صلحت الغلط، قال لي اعتذر على هذا 50 ورقه، تجي وزاره الدفاع رشوه مو مستحيل. شلون رشوه بوزاره الدفاع؟ قال لي الدفاع شريفه ما بيها رشاوى. وعدني قال بالتعيينات، قال لي هاليوم يعني فتحت التعيينات انا ما اقصر وياك، قلت من بلدنا العراق وماكو عيش. يا اخي هذا صار ايش قد؟ هذا صار قبل اسبوعين. طلع لقاء مع ويانا استاذ عزيز، الله وكيلك، هاي هويتي. طلع لقاء على التلفزيون شفناه. اي شفنا ويانا راد يشوفنا. شنو هاي؟ هو ما يشيل. شفنا الرجل وشفنا قضيته. هاي هويتي. هاي ما شنو؟ مو واحد. بطاقة وطنية. بطاقة وطنية، هاي راحت من عند اخوان من عند بلقى وحصلتها. الله وكيلك، وما عندي رحمة الله، بس رحمة الله بعد. باش ما تضايع كل شيء. كل هنا احترقن مسمسكات. باوع. هسه انا شرد منك. الله لا يعوزك عليهم. لا خف طلع عليه، انا انا قال لك شغله محمد الله عليك، انا قال لك شغله، قال لك مكان تقعد بيه غرفه اليك وشغله تشتغلها. اوكي عندك تليفون؟ عندك تليفون مو مصطفى؟ تعال انطي رقمي، سجله بتليفونه رقمي، وسجل رقمه بتليفوني هاك. اعطي رقمي واخذ رقمه. استاذ ياسر حبيبي، هسه احنا بعد لازم نطرح قضيتنا. تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي هسه صار، هسه اجيك صار. تفضل تعال يمين، تعال اي تفضل. استاذ العزيز، استاذ ياسر، اول شيء شباب تعالوا يعني. اول شيء منكم هسه الصوره ما راح تسوي شيء ترى. شبابنا شبابنا عين المهندسين المهندسات تجمع، خلينا نطرح القضيه بما فيها. تعالوا بالبدايه احنا نشكركم لان مجرد توصلون صوتنا، احنا بالنسبه ان احنا شريحه من المهندسين من كافه الاختصاصات بالجامعات العراقيه معتصمين امام هذا الجامع ما يقارب هذا الشهر الخامس من شهر رمضان اليومك. هذا جامع بنيه، هذا جامع بن بنيه، وهذا مكتب السيد رئيس الوزراء لكم 5 اشهر. صار من شهر رمضان اليومك احنا معتصمين. احنا قضيتنا شنو؟ بزمن رئيس الوزراء راح عادل عبد المهدي كانت اسماءنا موجوده ضمن الوجبات اللي على اساس تتعين كمهندس يتعين. المفاجاه شنو اللي صارت؟ والشيء يعني ما يتصدق، مهندس يتغير اسمه بابتدائيه، ابو الابتدائيه خليه يتعين عراقي ماكو مشكله، بس انت ابو الابتدائيه ما يقدر يدير المكان اللي انا اشتغل به. مثلا انا هسه كمهندس اتصالات، ما تشوف سوء الاداره، مهندس ميكانيك، مهندس مدني، واحنا كنا جامعات من ارقى الجامعات. انا اللي احاكيك ما اريد احكي عن نفسي، انا الرابع على الجامعه التكنولوجيه فرع اوبتو الرابع وطالب ماجستير ومرحله بحث، بس وقفت بيدي ما اقدر. يعني الشيء غالي، المواد غاليه، الاجهزه غاليه، احنا شغلنا كله فايبر. زين يعني انا لا عندي حزب، لا عندي واسطه، لا عندي واحد اللي يعينني بالجامعه يعينني كمحاضر، لا عندي واحد اللي يعينني بالمختبرات ولا حزب. طبعا انا مقدم على وزاره الدفاع الدوره 82 قسما بالله بالمقابله مالتي هاي، انا احكي طبعا نيابه عنه وعن اخوتي، من شافوا معدلي وشافوا درجاتي وشافوا اختصاصي قالوا انت المفروض تنقبل مباشره. وينها؟ راحت الولد المسؤولين والولد الواسطات واللي ما اريد احكي. يعني هاي الناس شنو ذنبها؟ يتخرج ويتعب وصار لسنين، انا وياي يعني ناس 2005، ناس مهندسين، ناس مختصين، شنو ذنبه؟ يعني ذنبه الوحيد انه هو فقير؟ لا
ذنب الوحيد انه ما عنده علاقات. انا نايم بالشارع والله العظيم قسما بالحسين، هم مو يدعون يقولون احنا اصحاب الحسين، زين هو الحسين طلع على الظلم وانت اليوم ظالم، انت اليوم ظالم، تبرى منكم الحسين. انا هنا بالليل بايت والله العظيم، تكرم صحيات يسدونها علينا، هي صحيات يعني وين يا بصحيات ليش ما يفتحن؟ يقول عندي اوامر. زين انت منا وقيس، منا وقيس نايم هنا بالشارع كرامه ما ظلت عندنا، يجيك واحد يجيب لك قنبله ويروح، بلد منتهي، بلد منتهي الصلاحيه، بلد اكسباير. احنا تواصلنا من الجهات العليا، اذا تقدر استاذ ياسر تتصل لي بالاستاذ يحيى رسول. هي شو تسوي في الجهات العليا؟ المهم انا شلون اظل هيجي؟ زين انا اذا ما اطلع مظاهره راح اموت من القهر، كفيلك الحسين اطق من الحرقه. يعني اقول لك انا من الاوائل على الجامعه واخوتي نفس الشيء، شنو مصيري؟ انا شنو مصيري اذا لقمه خبز ما جاي اوفر لعائلتي؟ زين شلون ابني؟ شلون اتطور؟ هم اللي ما يعرفون انا عندي براءات اختراع، هم هسه هاي عباره احنا عن شخص منتهي الصلاحيه، لا يقدر ينتج ولا يقدر يدرس ولا يقدر يشتغل، العماله صارت بواسطه، طالب هندسه يروح يتوسل على مود يشتغل له والله بالاسبوع يوم عامل. زين ليش؟ ليش انتم جاي تقولون ويجي يقول لك يا بيت علموا ادرسوا خلي ابن البلد، بمن ابن البلد؟ ابن البلد بابن اختك وابن خالتك؟ بولد الاحزاب؟ بولد السياسيين؟ ايه هم يسوون هيك. الضابط ابنه ضابط، والمسؤول ابنه بالسفاره مطلعينهم بالقنصليات، تارسين دول العالم، وابن الفقير نايم بالشارع، يلا. زين تجي تجي الفلوس للعراق ياخذ له 90% ويطل الشعب 2%، حتى 8% ما نعرفها. زين اريد اعرف احنا شنو مصيرنا؟ هذا صوتي يوصل للسكرتير الشخصي رئيس الوزراء الاستاذ محمد البياتي، يعرف بقضيتنا وعلى علم حتى بتغيير الاسماء، يوصل للسيد رئيس الوزراء. اشاره ماكو صوره يمك اكو غير والله ما يعني ما ادري اتوقع اشاره ماكو والله تاكد تاكد. اي يا حبيبي اي كمل. اريد توصل للسيد الكاظم، السيد الكاظم انت جابتك الناس الفقره، هسه انا هم فقير وهم عندي شهاده يعني اثنينهم، يعني مؤهل اقود دائره، مؤهل انه اكون بمكان اقدر اخدم به. هسه انا ما اريد املك، ما اريد اصير سياسي، ما اريد اصير حرامي، على الاقل فتشي يحفظ كرامتي، يحفظ مي وجهي بعد هذا التعب كله. انا معدلهم بالسادس 95 جماعتنا، والله 95 انا اللي احاجيك، انا 89 بالجامعه، 74 من الاوائل جامعه تكنولوجيه. هسه لا تقولون عمي، لا تقولون جايبها من الخارج مثل ولدكم. استغلت تكنولوجيه بعد مين اللي يجيبونها من الخارج اللي بفلوس؟ ها وانا رجال هاي شهويه الماجستير اشوفكم اياها، حتى هاي العالم هم خاف تقول لك يكذب. هاي لا ما اقدر تناقش، وقفت الامور بيدي هاي الماجستير اشوفها. ليش ما قدرت تتناقش؟ ما اقدر يعني كل شيء غالي وصرف. وهسه هاي بعد ما يعني راحت عليه؟ لا ما راحت، بس ما اقدر يعني حاليا ما اقدر اكمل مشروع. شو تكلفك؟ شو تكلفني؟ يعني تكلفني انت اول شيء، انت اذا ما عندك امكانيه ما راح تقدر تتطور بالبحث مالته. لا البحثك هو كامل، شو يكلفك؟ والله حسب الظرف، يعني حسب المواد اللي احتاجها، لان انا تعرف انا بحثي يعني طرق تضمين متقدم. ترجع تكمل ماجستيرك وانا اتكفل لك. استاذ العزيز انا اليوم انا الماجستير انا شاطر بالنسبه لي اخلصه، بالنسبه لي خلص ماجستير. بس انا شنو قضيتي؟ انا هسه بعيدا عن قضيه الماجستير، هسه عوف الماجستير، انا هاي الناس برقبتنا 500 عائله وكلهم من الاوائل. زين اتمنى منك واحد واحد تشوف مشكلته. تعالوا صار له اربع اشهر يعني. تعالوا بناخذ اكياكم. تعالوا صباح الخير. شلونك؟ شنو الاشاره؟ اكو مشكله بالاشاره؟ يعني هسه اكو بث لو ماكو؟ مشكله عندك بالاشاره؟ ارجع ارجع خلينا نشوف وين تقدر تحصل حتى نتقرب. شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الحمد لله. نتقرب. شو اسمك؟ احنا ما عندنا لون ولا عندنا حال، ما زال هذا وضعنا. ايه تمام. احنا صار لنا مهندسين، صار لنا 6 اشهر نايمين على الارصفه من جميع المحافظات وجميع الاختصاصات. ايه انا ما درست وتعبت وخسروا علي اهلي وتحملت عناء الدراسه وعناء مسؤوليه الطريق حتى اقعد على الرصيف رايح ورادي بوا علينا. اي والله حق. احنا ناس اولاد عوائل، ليش احنا اولاد العوائل قاعدين على الرصيف واللي جاي منا ومنا ياخذ حقنا؟ انا ام الهندسه اقعد على الرصيف ويتعين بمكان ابو الابتدائيه واللي ما يعرف يقرا ويكتب. ايش عنده هذا؟ ليش؟ ليش؟ لان هذا ورا فلان حزبي، ورا فلان اصخام بوجههم وجه خلفوهم. احنا قاعدين هنا ما ندري شنو مصيرنا. شنو هاي القعده؟ يعني انا لو بنت مسؤول يقبل اقعد هاي القعده؟ لا والله لا، لو خالي مسؤول، لو عمي مسؤول يخليني هاي قعدتي؟ لا يقبلوها على بناتهم. صار لنا 6 اشهر، معقوله ما وصل خبرنا للكاظمي؟ ليش 6 اشهر احنا ما خلينا نائب، ما خلينا قناه، ما خلينا اي احد يحسب علينا حتى بس يوصلونا مقابله ويا
يقابلنا ليش؟ ليش ما يقبل يقابلنا؟ خلي يقابلنا، خلي يطينا حقوقنا، احنا رايدين حقنا، لا خلف الله على اللي يطينا غير حقنا، احنا رايدين حقنا بس، هذا تعيين حقنا مكفول حتى باسلام الله، ليش ما دا يعطونا اياه؟ ليش؟ الى متى هذا يبقى وضع المهندس؟ الى متى؟ والله العظيم ناس ابتدائيه قاموا يبطلون من ورا ما يشوفون احنا قاعدين. والله انا اخويا سادس سوداد يقول ليش ادرس؟ ليش ادرس انت مهندسه قاعده بالشارع؟ هذا طريق مسؤولين يفوتون منا يشوفوكم. طبعا ليش هو منو بيهم يشوفنا؟ منو بيهم ما وصل صوتنا؟ اسمعيني ما في يوم احد نزل لكم طب بدنا اخويا يجون فلان وعلان يجون وعود كاذبه اي ما يخالف وتمام وما اعرف شنو ويدور وجهه ويروح جاي مجايتهم انتخابات طبعا قام يتلوقون البارحه انا واحد من كثر المناشدات يرجع يخابرني احنا انتم فوق روسنا وانتم اخواني وانتم ما اعرف شنو بعدين لا احلفك بالله لا ما احلفك بالله ما اقدر اذكر اسمي ليش؟ ليش يعني انت ما تدري؟ لا قولي لي منو يعني اذا قلت اسمه باسل ما راح تلقاني هنا، صدق كذب، شنو احنا ما نعرف وضعنا؟ يعني شنو يخطفوك؟ كل شيء يسوونه اخوي، انت ما تدري يعني بوضعنا مثلا؟ انت ما تدري انا الاحتياج جاي من محافظات بعيده. مين جاي؟ انا من النجف ويانا بناتي من البصره ويانا بناتي من السليمانيه، نتحمل الطريق الله يكرمك بينا ولد وبنات ما يعرفون كروتهم شلون يجيبوها حتى يجون. ولكم سمح والله كان استحيت، بالله الكريم كان استحيتوا على روحكم. يعني لو يسكتون ويقتلهم الجوع وحقوقهم تروح لو يحجون وعلى دولته ينكتلون يا ريت يستاهل ياخذ حقه يا ريت يستاهل ما يعرف يكتب اسمه ما يعرف يقراه تطي هويه بالمقلوب ويقراها عمل ما يعرف يقرا اي والله واني ام الكفاءه هاي كفاءات شبابيه طاقات أي. شبابيه هاي اذا هسه تسلمهم وتحطهم بمكانهم الصحيح راح يغيرون مو بس البلد الدنيا كلها يغيروها اي والله ماشي أي والله. بس هم مخلين بمكان اللي كل شيء ما يفتهم اللي كل شيء ما يعرف بس ليش خلوه لان عنده فلان 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 ورا فلان ابوه فلان خاله وهاي ولد الفقره قاعده لا على رصيف ما عنده خاله عم بالدوله شو يقعد قعدتنا خلي يجي يتفضل اهلا وسهلا صار لنا 6 شهور نرحب بكل المظلوم يلا خلي يجي ويانا الله يحفظك الله يحفظك اسمح لي تفضل اسمح لي خلي نستغل الوقت ناخذ كل شبابنا وبناتنا تعالوا يمين اللي واقفين صبح شو اسوي بكم صبح شباب تعالوا لنا خلفتين من عندكم تفضل قول يعني والله ملينا اخوي والله ملينا يعني احنا مهندسين علاوي صار لنا اكثر من 5 اشهر معتصمين هنا يعني لا احد طلع عنا لا احد وقف لنا يعني والله ملينا يعني اهلنا يعني حتى احنا تحملنا هذا الوباء وتحملنا هذا الورض يعني احنا اصحاب عوائل يا اخوي احنا اصحاب عوائل يعني وين الكاظم اللي يفزعنا بس قل لي وين الكاظم بس قل لي وينه يعني شنو الطم حتى تعينوني الطم اشقه دومي هيك اشقه عينوني يا عوديه صدق كذب والله ملينا عمي تعال يمي تعال احنا اصحاب عوائل والله العظيم احنا اصحاب عوائل اخوي اصحاب عوائل اخوي هذا العراق تريدون يجدي الله اكبر يعني لو اشك يدوم ولو اطير راسي والله عيب عليك هذا شوف والله يريدون المهندس يشك هدومه يريدون المهندس يتوسل يشك يطين على راسه هذا حالنا شوفه هذا حالي ما اعرف وين توصل فيه الدنيا بعد اخوي والله مليانه يعني اي والله تعليمي تعال شلون الغيره اليوم النقطه هالقدوتها والغيره راحت يعني هاي الشباب نايمه بالساحه صار اشهر هنايا لا حد وصل يفوت المسؤول منا بالمونيكات والهذا مظلل وتبريد واحنا مكاتلنا الحر الماي يحاربوننا بي الاكل يحاربونك بي الحج اذا تريد تحكي اليوم اذا يريد يحكي اي مواطن يحكي اسكت صار لنا 17 سنه ساكتين قاعد خرج نايم بالساحه ونايم بالشارع على مال من انا اليوم مرتاح اليوم انا مرتاح اطالع هنايا انا عايف اهلي وعايف وهاي كلها اكثرتها بالزوجين ولا عايف جهاله ولا عايف مرته ولا عايف على شنو طالع اليوم؟ انا طالع اليوم اتونس هنا لا. انا طالع مرتاح ويجيك واحد يقول لك انت شكو طالع؟ اكو روح اشتغل وين اشتغل؟ صارت مال كورونا العالم مو ماتت من الجوع
روح على القطاع الخاص، يا القطاع الخاص بس قول لي، القطاع الخاص الشركات يشتغل بها بنجلاديش، عما صير بنجلاديش، هسه والله الغير جنسيتنا صير بنجلاديش حتى نشتغل، يا اخي ماكو هيك، لا احنا عراقيين، لا احنا ما نعرف، انا بس ارد افتمان هسه عراقي، مو عراقي، هسه الكل عراقيين هنا، شنو يثبت عراقي؟ بس ارد افتمان يثبت عراقي شنو؟ السيم كارت، السيم كارت، لا والله لا، بس السيم كارت، وحتى السيم كارت هم صار كلك هسه. يعني بس اردفتم احنا هنا شرب هسه انت بدك تخرج هاي الخريجين يوم يوم خرج لك قال الخريجين وحكى الخريجين وين التعيين ما تعين يتعين باحتراماتي واجل احتراماتي ابو الابتدائي وابو المتوسطه يستلم راتب هندسه الكليات كليتها نايمين بالشارع بس اردفتم بيا دوله صايره هذه اكو دوله تقبل بهذا الشيء اكو عالم تقبل بهذا الشيء يعني هسه انت مسؤول يعني انا احد المسؤولين اللي موجودين انا احكي لك انا من دياله التقيت باحد المسؤولين اللي هو والله ما اعرف شنو منصبه يا اخي كتاب ما يعرف يسوي كتاب ما يعرف يسوي والحسين كتاب ما يعرف يسوي زين كتاب ما يعرف يسوي انا يقول لي جيب لي كتاب مال غير محافظه مش عليه زين اذا انت اداريات ما موجود ومطيك مسؤوليه محافظه كبرى قدها بس اردفتهم شلون اسم 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 ما يعرف يكتبه اسم ما يعرف يكتبه انا علمه بالاسماء يعني انا نايم بالشارع ومخليني بالشارع والله شنو حتى من ما يسوى ما يسوى يستلم هذا منصب مدير عام منصب والله منصب 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 والله والله العظيم منصب يا اخي هسه تقعد يم مسؤول هنا اي انا هيك يحكي من ورا خشمه وياك يا اخي شنو جاي جد من عندك انا انتوا هسه جايتكم الانتخابات راح تجون ركض راح تنزلون بالشارع وراح تروحون على العالم وراح يشيل له دجاجه واللي يوزع كارتات هاي بعد ما تمشي خلاص بعد هاي بعد ما تقدرون تضحكون بها على العالم العالم فتحت وعرفت شنو انتوا ومنو انتوا بعد خلاص العالم فتحت الشعب راح يحدد مصيره بنفسه وحسب الله ونعم الوكيل أبدأ أوجه رسالة للمسؤولين احنا ايش قد بعد عن الخضراء هسه ايش قد بعد عن الخضراء امتار يعني هل من المعقول هاي العالم النايمة ما دروا بيها لا يدرون هل من المعقول يدرون. ما يدرون حجم المعاناة اللي دنعانيها هنا يدرون هل من المعقول ما يدرون شنو يعني بنات انا بس اردفتهم هسه هسه احنا ما يخالف نتحمل عم ننام بالشارع يعني مرة تجي من المحافظات تنام هنا بالشارع وتقعد بالشارع على مال من هاي على مال من بس اردفت تقبل بضميرك انت المسؤول تقبل بضميرك تخلي ابنك ينام بالشارع لا تخلي بنتك تنام بالشارع اذا عندك ضمير وعندك غيره اذا تقبل فاحنا نقول ما يخالف عمي نقبلها بس ما حد ما يقبلها من عندكم ولو انتم ولدكم وهي ما موجودين هنا ما يدرون شكم بالعرب ما يدرون بالحر ما يحسون بالحر هاك باو حال الحديقه ها ليش هيك يسويها الحديقه خليها حتى ما تقعد بالحديقه حتى ما تقعد بالهذا هاي الخيمه مال معاهد احنا موجودين معاهد التقنيه موجودين هنا والله حاربونا والله العظيم حاربونا قاعد بربك يا خيمه هاي فتحوا المي عليك هاي فتحوا المي حتى ما حد يقعد فرال هذه هاي قاعد بربك يا خيمه هنا قاعد ابربك هذا الجسر ساتر علينا خلف الله على الجسر ساتر علينا لا اكثر ولا اقل زين وحتى لو بيدهم غير هذا الجسر يشيله لما نروح يلا يرجع يعني هاي سي حاربكم بهذا اي هذا هو يفتح الصبح وبالليل هم يفتحها زين انت تسقيها مرتين احنا غير بالليل النوم يعني الرطوبه انا قاعد الصبح الرطوبه بالعيمه صايره هيك والله والله نقعد مسخنين هاي الولد كلها تمرضت والله كلها تمرضت احنا الحر تحملناه درجة الحرارة وصلت 60 هذا التبليط صار علينا والله إذا حرارة مو طبيعية جمر والله نوقف على جمر يعني لوين نبقى هيك يعني لوين لازم ناخذ حرارة لوين عمي يا حكومتنا لوين يا السلام عليكم لوين العالم تبقى بالشارع لوين الشعب يبقى يقدي ليوين الخريج يبقى يدفع بالعربانة ونايم بالشارع بالخيم ليوين يلتحكمونه يا ساسة العراق يا أحزابه يا مدراء عامية يا مسؤولية يا وزراء يا الرئاسات الثلاثة يا أعضاء مجلس النواب يا رئيس الوزراء يا رئيس الجمهورية ليوين يبقى هذا حالنا هذا العراق وهذا المهندس استاذ ياسر خلي يسيك تعلم من نفسي والعبي عن ملت التقوية جاي تحرق بقلبه زايد تعرف له ولا انت يعني حكيت وشين الفايدة شين استفايدت انا سؤال هسه انت التقيت وياي سولفيت وحكيت قدام الكاميرا وشافوها وشين الفايدة شين الفايدة احرق بقلبه انا زايد فما عشر ما تعب نفسي واصل صوت الذولي لان يعني بشر جاي تحاكي ما يستوعب تقول له بشر انا خريج انا تعبت على نفسي 17 سنة ادرس زين اعطيني تعبي عيني اعطيني مصانع عيني ليش
انت ليش ما تعيني؟ ما نفس الشيء عاد حسيت وشنو اللي ما استفاد اي شيء اني يعني هم اتعب نفسي ويعني هيك على الخالي بلاش الله كتبه برشته عندهم الموازنه الحجه وهم كل واحد راتبه 4 يا موازنه عمي يا موازنه يبقون ورجع لي ورا ويقول لك ها زين ماشي معاه ها ما يشبع ما يشبع هذا بعد ما يشبع ما يشبع الحل ماكو حل ماكو الحل انا اقول لك الا كلهم تطلعهم وتجيب جدد واحنا ترى احنا جاي نصعدهم بدينا كفيله كل عباس ابو فاضل بدنا جاي نصفكم ونصعدهم بعدين اختلف عليك صعد كرسي قام ميت حاتي قام ميت حاتي قامت الناس هسه شو تسوي قام ترحم على صدام المنعول اكو مقطع على اليوتيوب صدام يقول ياتي يوم على الشعب العراقي يترحم على حالي قام هسه الناس ترحم صدام تاليها من ورا ذولي هسه قاعد على الكرسي واستلم راتب واستلم فلوس شعلي بالعالم يجي يفوت منهم مونيكات تبريد وانا قاعد هنا بالحار ليش؟ ليش اعتبرني ابنك؟ اي والله اعتبرني ابنك أيوة. انا ابنك اعتبرني ابنك وعيني عيني حتى لو فراش عمان اشتغل فراش انا اشتغل فراش وها شهادتك عوف الشهاده انا اشتغل فراش عيني ايد اعيش غير ايد اعيش هاي الهويه العراقيه خرب بيها ماريته هاي الهويه العراقيه ماريته خربيها بالله هاي الهويه العراقيه ايش اقول لك يا خربيها الهويه العراقيه هذا زلمه كروسه لا تروح هاي ملكيتي كلها كفي لك العباس ابو فاضل بعد والامام علي خربيها شين عم مليان نريد نعيش شين الشهاده خرب الشهاده عيني انا دقت عيني عيني ماري الشهاده اخذت ولا الشهاده ماريته انا دقت عيني شهاده ماريته حتى لو فراش عم فرق اجيب لك شاي ما يخالف قابل بس عيني اه وش وصلنا لها إيه عم عيني إيه وصلت لهاي المرحله انزل ادنى مستواني مواصل علم خرب العلم هيك اقول لك اي وصلني إيه عمي وصلني عيني غرائز شهاداني شال من خريج ادريس واتعب وهاي عيني يعني ليش اكبر انا اعرف ناس كيف لك العباس بطلوا من دراسه على مود العيشه قلت له ما تفيدك عم دراسه يلا دباع عليها ما تفيدك عمي غير اقول لك ما تفيدك اني مرحله وصلت الشعب إيه؟ غير اقول لك شهاده شنو شهاده؟ باع اليوم مرحله وصلت العالم يا شهاده تعال مصطفى تعال يا شهاده تعال احمل امك انت من تلتقي وياي تضوجني والله عمي من تلتقي وياي تضوجني يعني امانه الله يعني يعني مو بس احترق قلبك انا هم احترق قلبي اشتغل بالسوق جدك هاي الشرطه يلا شيل بسطيتك ليش؟ مو انا عندي عوالي اعيش بيها ليش؟ انت وفر لي بديل انت وفر لي مكان اقعد اشتغل فيه عندي هاي الفروخ الجهاد ذول يعني انا جهالي هسه انا شو اكلهم مثلا يلا هسه انا اريد حفاضات وحليب وهذا مين اجيباني؟ بقيت تعال يلا ذبوك بالسجن انتهى الموضوع مو ليش العالم قامت تبوق مديدها يعني قامت يندل يبوق يعني ليش؟ ليش غير اعرف ليش من ورا هاي هل قاعدين على الكراسي وذولي تعالوا بابا تعالوا يمي تفضل احنا همومنا اكيد استاذ السلام عليكم شلون السلام اهلا وسهلا انا اذا حكيت صوتي وين يوصل اذا حكيت هسه صوتي وين يوصل ما كفاكم هاي المعاناه هسه كوما قاموا يحكون معاناتهم انا خريجة هندسة من محافظة ديالى جاية هنا بغداد صار لي أكثر من 130 يوم أكثر من 130 يوم أني أجي إذا أحكي هسه هنا بسمعتك وين توصل لياها يسمعني الكاظمي هسه ذا أقول له زين هينا عليك ولدك طايحة بليلك ولا لمضت فوانيصك يمتى تهزك الشيبة وشيل الطاح ورجع محابيسك بناتك لبسن الفضة وشعرهن شاب بناتك حضرن للنو قلفسج وخدرهم طاب كافي عاد يا ابو النهرين كافي عاد انا عايشه ببلد اللي كانوا والعالم كلها تتمناه مو الوادم انذلت كلها انذلت والله يعني اكثر من 130 يوم من ديالة اللي هنا اجي باليوم اصرف اكثر من 25 على مود الكروه واكو غير يصرفون اكثر زين ليش هيجي لمتى انا مهندسه شهاده عندي شهادة اريد اتعين بيها انا ما جاية اقول لك تعال عيني على الابتدائية مالتي تعال انا ما درست ما تعبت انا تعبانة صار لي اكثر من 4 سنين متخرجة انا اريد مكاني بالبلد على مود اثبت هاي الطاقة الشبابية مالتي زين شو وقت تعيني شو وقت بعد من يصير عمري 50 سنة على مود بعد 10 سنين تقول يلا يصير استحداث يلا خلي تعال اطلعوا بحيث أنا كل شيء ناسية من دراستي
هو يسألني 4 سنين وناسية. أنا أريد أثبت قدرتي، مو تخلي لي ابن ابتدائي بكاني على مود شنو؟ على مود ها البلد شوفوا دمرتوه، احنا دنعين والبلد دمرتوه. اي طبعا ماكو شخص بمكانه الصحيح، ماكو شخص. احنا مهندسين، هاي طاقة شبابية اذا استخدمتها هسه بهذا البلد مستحيل البلد ما يصير كله جنة. والله جنة يصير، يصير براسه خير. يحكيها يحكيها يصير براسه خير. ليش ما يصير براسه خير؟ هاي الشباب اذا يعني اذا وفرتوا لهم وطلتوهم مجال يشتغلون، ذول ينهضون بالعراق، ينهضون بالعراق. العراق تعب هسه، منتهي العراق، متهالك من فسادكم وسرقاتكم وغيرها وغيرها. ذول الشباب انا قبل فتره ناشدت صوتي على بحيث وصل، صدقني يمكن للكاظم يوصل، بس ما حد التفت علي. محافظ دياله، محافظ دياله بنفسه بكذب مقال بابا ارجعوا انتم اهل دياله، ارجعوا ايش عندكم ببغداد؟ مكانكم محفوظ بدياله. ليش تعين ابن الابتدائيه؟ احنا دياله احنا ما نريد كل محافظه وكل شخص يريد محافظه تصير احسن من الثانيه. هو البلد على مود يعمر، على مود يصير بلد بخير، بلد احسن من الدول الخليج كلها، ولا والله احسن من العالم كله. ليش هيك؟ ليش هيك ظلمتونا؟ بس جواب ليش؟ بس جابونا ليش؟ ليش هينا؟ هينا هنا احنا واقفين؟ هينا؟ يعني انا بس اريد اعرف السيد الرئيس الوزراء ليش صوتنا مدى يوصل لك؟ معقوله مدى تشوفنا؟ 130 يوم، معقوله؟ انا حتى محافظتي ما حد بمحافظتي اجا وقال بابا ارجعوا. احنا كم مره ناشدنا محافظه دياله؟ احنا المهندسين محافظة ديالة ولا التفت بالله سواكم والله ولا التفت. انا صوتي هيك مبحي يعني والله. ديالة شلونها؟ شلونها ديالة بخدماتها شلون؟ والله صراحة نص زينة ونص لا، نص زينة ونص لا. تعبانة هي اكيد كل المحافظة تعبانة. قل لي يا محافظة ما تعبانة يعني هو ما قدم شيء محافظته راح يقدم لك شيء؟ يعني صوتي والله مباح، بحيث حتى اشوف التعليقات يقولون انت بنية شكو صايحين، انت بنية محروق دمي، محروق دمي. الله يقبلها، الله بكبره، الله بكبره يرحمنا، الله رحيم. انتو منو على مود ما ترحمونه؟ منو انتو على مود ما ترحمونه؟ عمي انا دا اقول اريد، انا جاء العام تظاهرت الف الف من المهندسين طلعوا، احنا مجموعه هسه المهندسين متظاهرين يم جامعه بن بنيه، الف طلعوا الظاهره 2000 احنا 2030 تقريبا واحد ألف طلعت أساميهم على وزارة الدفاع، وزير الدفاع تكفلهم العام عادل عبد المهدي، هماتين عيناهم بحيث رادوا يسكتون ألف، وإحنا الألف الثانية بقينا طلعنا. هسه صار لنا أكثر من 130 يوم صدق كذب. يعني شو وقت شو وقت تحسون علينا؟ عمي إحنا بنات، إحنا حرام، والحرمة تتنخي بشارب الخيال. إيدي كافة عاديين بس والله شو عارفكم كلها تروح في دولنا. والله عمي هاي دموعها تسواكم كلكم، ثمان الله.